في مبادرة من الهلال الأحمر الجزائري، حطت بولاية سمسل قافلة تضامنية لفائدة سكان المناطق النائية تشمل مساعدات إنسانية، حيث تم بثنية الحد تجهيز قاعتين للعلاج بتجهيزات طبية وتوزيع 4000 محفظة ومستلزمات مدرسية. يوم الهلال الأحمر الجزائري يواصل العملية التضامنية. اتجهنا إلى ولاية تسمسلت اللي توليها السلطات العليا للبلاد أهمية قصوى، واستفادت من برنامج تكميلي. الهلال الأحمر الجزائري وزع مع السلطات المحلية 4000 محفظة مجهزة وكذلك 4000 مئزر، إضافة إلى تجهيز قاعتين للعلاج في إطار برنامجنا الوطني في دائرة تثنية الحد.